عليكم اخوان، اليوم باغي ندير لكم واحد الموضوع كيف نقدروا نديروا الدوبل ديال التشيب في السيرو ديال الرانش سبورت موديل 2007. الطريقه ديال التشيب انا نديروا الدوبل ديال التشيب وما هو الساروت ديال الاصلي كيدي ماريا. بغينا نديروا الطريقه كيف نقدروا نديروا بالفي بي دي ميني، هاد لافاري الصغيره نقدروا نديروا بها التشيب. المهم الطريقه الخوت لوجيسيال كاين اللي دايرو في طابليت، كاين اللي دايرو في تليفون، المهم انا درتو في تليفون. لوجيسيال هي هادي. المهم الطريقه اللي غادي نبداو بها الاول كنمشيو هنا الكروناج كنديرو الساروت في لاباراي. كتكون لاباراي هذا، كنرجعو لليسي ديالنا، كنروشيرشو، كنشعلو بلوتوث ديالنا، نقراو التشيب، فيها تشيب ديال 46، هذا كيدوز. نديرو كلوناج، نديرو ديماري كلوناج، نديرو 46 كلوناج دو ترانسبورتو. كيقول لنا خليو السيرف في لاباراي، خليو السيرف في لاباراي. Please take out the original car key and better put in VVDI super chip. هنا كيقول لنا دير سميتو التشيب الاصلي ديال في في دي ميني. المهم التشيب هو هذا التشيب، غادي نديرو في لاباراي صافي. كوبا ها هو تكوبا كوبي كومبلي صافي، هي هذه الطريقة بلا ما تحضر الطوموبيل بلا حتى شي حاجة كومبلي صافي ساماش. غادي نسيو التشيب ديالنا واش خدام، نحيدو الساروت، نسيو التشيب ديالنا واش يخدم ساماش. هيا طوموبيل كديماري، نسكتو صامارش. بالنسبة هنا في الطريقة ديال الكلوناج في في دي مينيو كاين جوج طرق، كاين واحد الطريقة مي كدوزها كانت عطاتنا إلا شفتوها كعطاتنا جوج طرق، عطاتنا واحد الطريقة التحتانية. هذيك الطريقة التحتانية كطلب لينا 8 المرات ديال الكونتاكت، نشعلو كونتاكت في كونتاكت، نشعلو كونتاكت في كونتاكت. هاد الطريقة الفوقانية ما كنحتاجوش نشعلو كونتاكت في كونتاكت، كدوز ديريكتمون. وداكشي اللي كاين اخوان، وتبارك الله عليكم والسلام عليكم.